يقول جئت من المدينة محرما في العمرة وفي القافلة، يقول إنه حصل في القافلة شيء من الكلام السيء والسباب والشتم على الذي على المسلم أنه يمسك لسانه ولا يشارك الناس اللي يسابون ويتشاتمون، يمسك لسانه، والإثم عليهم هم، الإثم عليهم هم. ولكن من الأول كان اللي ينبغي أنك تختار الرفقة الطيبة والسيارة التي فيها ناس طيبين، تسأل عن ركابها وتسأل قبل تستأجر.